في فقرتنا اليوم من شعر اكسر جمالك رح نتعرف على كيفية إظهار الشعر واللي يعاني من مشكلة القشرة بطريقة صحية. معنا بالاستوديو المصور الفوتوغرافي العالمي خالد أبو الذهب، رح يحدثنا عن أفضل تقنية لتصوير الشعر. شو نزلت الشتوي يا خالد؟ خير. أنا شايف إن إحنا كلنا نزلنا الشتوي. حتمطر اليوم بالاستوديو كلنا سنصاصي. صباح الخير يا جلال، صباح الخير يا زين، صباح الخير على أحلى جمهور صباح الخير يا عرب. الله يخليك. أهلا فيك، أنت صرت صديق للبرنامج مش بس كمان ضيف. رح نتابع مع حضرتك بعد ما نشوف الصور يلي التقطتوها. عندي قشرة بشعري وعندي تصوير هالايام، ما بعرف شو بدي اعمل. بعد استعمال كريم باراشوت المضاد للقشرة، شعري تخلص من مشكلة القشرة نهائيا. راجل وثلاث ستات واخراج خالد ابو الذهب. كيف بتطلع معك الافكار؟ كيف بتقرر انه هذه الستوري بورد اللي راح امشي عليها اثناء التصوير؟ والله انا عندي تيم بتاعي زي ما شفتوا، بس انا ما شاء الله عاملين شغل ازاي كويس. بنقعد كلنا بنحط، والله احنا عندنا عايزين نعمل افكار معينه للتصوير اللي جاي. بنحط كلنا افكار وبنشوف عناصر التيم ايه بالظبط اللي ممكن يحصل، ايه امكانيه ان تحمل الافكار، عشان كل الفكره ما كانت سهله ان هي تتعمل، كل ما كان احسن ان احنا متاحه ان هي تتعمل، كل ما كان احسن ان احنا ناخدها. متعه الشغل بالظبط، متعه كتير بتستمتع باين. وتحديدا يعني عايز اقول لك ان كل الممثلين، انا مصر اقول عليهم ممثلين مش موديل، دول مش موديل فعلا، دول بيعرفوا يمثلوا كده، كلهم ناس عاديين واول مره خالص يعملوا تمثيل. رياكشن حلو، رده الفعل الطبيعيه. اميره شوفي اميره بسم الله ما شاء الله ممثله ازاي، واحمد عزي كمان يعني بطل افلام اكشن. ودي ان اللي ورا خالص. طب خالد، لاحظنا انك عم بتصور هني عم بيعملوا حركه، هذا اصعب بالنسبه لك كمصور؟ طبعا ده انت عارف انا بحب الموشن فوتوجرافي صح. من كل الشغل اللي انت بتشوفه، فاحنا قلت لهم بالظبط يا جماعه احنا بنمثل فيلم سينما، بس بدل ما هناخده بكاميرا الفيديو هناخده زي ما احنا عارفين بكاميرا الفوتوغرافي. وهم فعلا بيمثلوا، انت لو شفت حتى الفيديو هتلاقيهم بيفضلوا يمثلوا وانا عمال اصور حتى بعد ما خلص التصوير بيفضلوا في المود. فاجئوني كلهم بسم الله ما شاء الله يعني. وشفت كمان الميك اب معمول بشكل طبعا، يعني انا عندي خبيره المكياج العالميه نعيمه دير تو بي، دي في التيم بتاعي عامله الميك اب بتاع الستايل القديم بتاع الستينات شويه. حلو، يعني لما نجي نصور عندك ما نجيب معنا احد، خلاص انت عندك التيم كامل. والله مريحنا. انا عندي التيم كامل، حتى كمان الستايلست هنا تريسا ما شاء الله يعني بتطلعه ده من لبس الناس العادي، احنا ما كناش جايبين حتى لبس، كانش عندنا وقت، خدت اللبس بتاعهم العادي وطلعت مركبت، عملت اللبس بالمنظر ده. حلو. طيب خالد، لو حاولت تصيد مثلا لقطه معينه بالذات انك بتعتمد على الحركه السريعه وما زبطت معك، عادي انك تطلب مره ومرتين وثلاثه من الممثلين طبعا لغايه ما تزبط معك، لغايه ما تحصل. هو الفكره انت برضو تحركيهم ده مش سهل شويه. انا بشاركهم في كل حاجه،
بخليهم يشوفوا الشوت اللي انا عايزه ايه بالظبط. وبفضل حتى هم بيمثلوا بقعد اعليهم مثلا لو انا عايز الاداء يبقى اعلى شويه. طيب واضح انه تركيزك على كثير اشياء، بس نحن تركيزنا كمان على الشعر. وقتها بيكون في حركه الشعر بيكون طاير، بالتالي الاضاءه بالزبط. يمكن بالزبط. ما بتكون عليه 100% بيحتاج تركيز اكثر بالضبط. الفكره ان انا عامله هنا في الشعر كمان